معنا الكاتب والباحث الليبي نزار كريكاش، مرحبا بك سيد نزار. إذا تحذيرات من هجوم جديد لقوات حفتر على طرابلس، ألا ينهي ذلك كل الجهود السياسية لحل الأزمة؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هو أظن الحرب هي امتداد للسياسة، فبالتالي لا يعدو كون هذه التحذيرات. ألو سمعني؟ نعم أسمعك جيدا، تفضل. ألو، نحن نسمعك جيدا سيد نزار. نعم. نعم، فكنت أقول بأن الحرب هي امتداد للسياسة، فبالتالي أظن أن هذا جزء من محاولة لإحداث توازن في الحرب القائمة في طرابلس، لأن قبل هذه التحذيرات كان في اجتماع معرفة بثلاثة زي الثلاثة اللي هي دول إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والإمارات، في محاولة منهم للبحث عن حل سياسي. بعد ذلك وردت هذه الأخبار، فهناك أظن أن هناك محاولة لإعطاء حفتر القدرة على المبادرة، القدرة على التهديد، لأنه يعني بعد سقوط غوريان أصبح يختفي منه الزخم اللي بدأ به الحرب. ففقدانا لهذا الزخم، فقدانا القدرة على التمويل، على حشد الأتباع، على أن يكون لأتباعه قضية واضحة، كل هذا يحتاج إلى أخبار من هذا النوع لكي يكون هناك نوع من الزخم ليمكن يبدأ به إما معركة سياسية من خلال الحديث عن حل سياسي المطروح الآن هو مبادرة فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، وأن هذه المبادرة تدعو إلى انتخابات وتدعو إلى مؤتمر وطني جامع قريبة من مبادرة البعثة الأممية، فبالتالي من خلال هذا التهديد يمكن حتى للبعثة الأممية أن تستعيد زمام المبادرة وإعادة الثقة فيها. المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حذر عدة دول من دعم حفتر، يعني هل هناك ضوء أخضر لحفتر للهجوم على طرابلس مجددا؟ لا، هو أنا ما كنت أقوله أن هذا جزء من محاولة لإعادة المبادرة لحفتر، ولا يعني أنه ستكون هناك يعني هجمات قوية أو طيران مباشر، لأن الكل يعرف بأن أي هجوم مباشر يعني مزيد من الحرب ومزيد من التدخل من دول أخرى، لأن يعني لو تشوف الخارطة الليبية مصر والإمارات لا تشكل إلا نسبة من الدول المتدخلة في ليبيا، والكل يعرف أن الآن الدعم التركي مباشر لليبيا، وأن هذه المعركة ستكون مفتوحة، وأن كل ما عند حفتر من سلاح هو متوفر عند الطرف الآخر، حتى الطائرات حتى كل شيء، وبالعكس أن ما أظهرته الحرب أنه لا يملك مقاتلين يعني على الأرض قادرين على قلب المعادلة. فأظن أن الهدف من مثل هذه الأخبار سيكون هناك طبعا ضربات جوية ممكن، ولكن لن تكون بالحجم التهويل الموجود الآن، سيكون ممكن بعض التقدمات في جنوب طرابلس لكنها لن تدوم طويلا ولن تكون مختلفة عن سابقاتها. من أجل ذلك يعني البعثة الأممية أكدت أنها تعمل مع مختلف الأطراف لتجنب تصعيد عمل عسكري في طرابلس، هل تتوقع أن تؤتي هذه الجهود الأممية أكلها هذه التحركات؟ إلى أين يتجه الوضع في ليبيا وسط ما يحدث؟ إذا كنت فهمت ما إذا كان ما سبق قلته واضح أن السبب هو الرغبة في إعادة الثقة للبعثة وإعادة الزخم لحفتر، لن يكون ذلك إلا بمثل هذه الأخبار. أظن أن البعثة ولأول مرة البعثة تتدخل في المعارك، لم تتدخل في أي معركة ولم تتحدث عن وقف أي عدوان بالشكل الواضح، فأظن سيكون لغسان سلامة قدرة أو دور في تخفيض من حدة التوتر حتى يعاد له الثقة في العملية السياسية، وحفتر يعود له الزخم بحيث أنه هو يستجيب لشيء من طلبات المجتمع الدولي بوقف العدوان، وهكذا يعود للمشهد كما كان قبل عدوان طرابلس. أظن أن كل هذا ما يحدث الآن هو لهذين الهدفين، إعادة الثقة في غسان سلامة وإعادة الزخم لخليفة حفتر، حتى المعارك لن تكون بالشكل الذي تتواتر عن هذه الأخبار. شكرا جزيلا لك من اسطنبول، كاتب والباحث الليبي نزار كريكش.